اهلا وسهلا فيكم، معاكم فرح الحميدي، وفقرتنا اليوم راح نتكلم عن بعض المواضيع اللي تخص التصميم الداخلي، وبالذات اهم 5 اغلاط ممكن اي واحد يسويها لما يأثث بيته او يفرش بيته. شوفوا معاي شنو اكثر اغلاط صج بسهوله ممكن نصلحها، وايد اشوفها زايد عن اللزوم في بيوت لما ادخلها، حتى مساحات عاديه ما تكون بيوت. شنو هي اول غلطه؟ السجاده. كررت مليون مره بسناب وغيره ان السجاده اذا ما كانت بالمقاس المناسب راح تخرب عليكم الصاله، وما راح تحسون انها فعلا قاعد تسوي شغلها الصح. السجاده دائما تكون مقاسها اصغر من اللزوم. انزين، شنو المقاس المناسب للسجاده؟ مقاس المناسب للسجاده ان تكون كل قطع الاثاث اللي موجوده في ذيك المساحه او الزون، يعني ممكن تكون صالتنا كبيره ولكن انا عندي قاعده مسكره مثلا قنفتين وكراسي، كلهم على السجادة، ما تكون سجادة بس تحت طاولة القهوة أو السنتر تيبل، لازم كل الأثاث. أدري مرات وايد صعب إن نلاقي السجادة اللي عاجبنا بالمقاس الكبير، مو بس وايد صعب، مرات البجت ما يسمح، فعلى الأقل نحاول إن الكراسي أو الأرجل الأمامية للكراسي والسوفات هي تكون على السجادة، ومو لازم الأرجل الخلفية، كذي راح تشوفون إنها ملمومة أكثر ومرتبة ومسوية مثل زون كامل، مأكدة ان هذه الاثاث كله ضمن قاعدة واحدة. فاذا جيتي حطيتي قاعدة ثانية على اليمين او على اليسار فراح تحسها ان قاعدة منفصلة مو عايمين على بعض. الغلطة الثانية اللي اشوفها وايد بالبيوت الستاير. الستاير يا وايد صغيرة وايد قصيرة او وايد واطية. حاولوا كثر ما تقدرون تكبرون ستايركم، حتى لو كان شبابيكم صغيرة ما يمنعنا نكبر ستاير. اذا انتم محتاجين ظرفة واحدة على اليمين وعلى اليسار، لا زيدوها، خليتكم ظرفتين على اليمين وظرفتين على اليسار عشان تكون أعرض. لا تكون الستارة قصيرة، خاصة إذا كانت الستارة ستايل الأمريكي، يعني النازلة مو الروماني اللي تكون مصفطة. الأمريكي لازم على الأقل تكون حايشة الأرض إذا مو أطول. كل ما صار الستايل كلاسيك أكثر كل ما قدرنا نطول الستارة أكثر. والأهم ارتفاعها، وين تبتدي الستارة؟ ما تبتدي على طول عند الشباك. أنا شخصيا أفضل إن الستارة توصل للسقف، وإذا بعد أحلى يكون عندنا بيت الستارة ودش الستارة لداخل وصل عندنا إضاءة مخفية، فهم نجمل المكان أكثر. لكن إذا أنتم ما حابين أنكم توصلونها للسقف، شوفوا المستوى الوسطي بين ارتفاع السقف وارتفاع الباب أو الستارة أو الشباك عفوا، يكون بالنص، لا تكون على طول عند حفة فريم الشباك. كل ما رفعتوها كل ما كانت أحلى، كل ما عرضتوها كل ما كانت أحلى، وكل ما طولتوها كل ما صارت وايد أحلى. والغلطة الثالثة اللي ممكن نسويها في الصالات اليومية إن الكوفي تيبل أو الطاولة اللي بالنص تكون وايد بعيدة. متى تصير؟ لما نكون إحنا قعداتنا وايد كبيرة فنتورط بالكوفي تيبل فنقوم نحطها بالنص. هذا شنو الدليل عليه؟ دليل إن أساساً مو حلوة إن صالاتنا تكون المغنفات وايد بعاد عن بعض. إذا صالتي كبيرة ألملم القعدات مع بعض وخليهم زونز قراب على بعض وما يكونون وايد بعاد عشان الفراغ اللي بالنص ما يزيد. فيفضل بين قنفة وقنفة ما تزيد ظهرها عن ظهر القنفة اللي أمامها 4 متر عشان أكون ملمومة أكثر. بعض الأوقات يكون عندنا قنفة وكراسي جانبية، مو ضروري أن الكوفي تيبل تكون قريبة على كل شيء لأن هذه استحالة، ولكن لازم تكون قريبة على القنفة الرئيسية. أولاً عملية زيادة، أنا ما بضيوفي أو أنا لما أكون مستخدمة القنفة أو صالة أضطر أقوم كل شوي أحط الجلاس أحط أي شيء محتاجته على الطاولة وأرجع. لازم يكون على الأقل 50 سنتي إلى 70 سنتي ماكسيمم عن القنفة. ليش 50 سنتي؟ لأن إذا كانت أقل من 50 سنتي راح تضايق الناس اللي قاعدة تتحرك، وإذا كانت أكثر من 70 سنتي فراح تضايق الناس اللي قاعدة تشندس إن تحط شيء على الطاولة. هذه فقرة لازم ننتبه عليها بأي مساحة قاعد نصممها، الطاولات ما تكون وايد بعيدة، ومهم بعد ما تكون وايد صغيرة، حاول تكون نسبة وتناسب تكون مناسبة لمقاس القنفة. ما يهمني مقاس القعدة، يهمني أن تكون على الأقل 2/3 عرض القنفة، وكذي راح تحسون أن البروبورشن مناسب جدا ومو شكلها غريب أو فقير. شيء رابع وايد أشوفه بالمساحات، ألاقي قنفة عقد كبيرة ماخذة مساحة كبيرة من الطوفة اللي وراي، وبعدين صاحبة البيت تحط لوحة مشكنمة شي بالنص. هذه اللوحة راح يكون شكلها أصغر وراح يكون شكلها أفقر، فقيرة وايد، راح تعطي شعور إن عندي مساحة وايد ميتة غير مستغلة بالطوفة.
كبروا لوحاتكم كثر ما تقدرون، خلوها وايد كبيرة، تاخذ على الأقل ثلثين أو ثلاثة أرباع عرض القنفة. الطوف كل ما كبرت كل ما معناته أني لازم لوحتي تكون كبيرة. إذا ما عندي لوحة واحدة كبيرة ممكن أحط لوحات وايد نسميهم الجاليري أرت ونحطهم مع بعض وتشكل لي مساحة عريضة أو واسعة لاستخدام اللوحات هذه. والأهم من مقاسها ارتفاعها، يعني مو حلو لوحة فوقها صغيرة فوقها معلقة بارتفاع عالي. خلونا دائما إنه يكون سنتر اللوحات بمستوى النظر، فالأفرج مستوى النظر هو 140، فنخلي دائما سنتر لوحاتنا على 140 بال 120 و 140 ونكبرها. وآخر مشكلة بسهولة إن نعالجها، لا تخلون كل شيء بصالتكم مطقم، يعني مو كل شيء نفس الطقم. حاولوا كثر ما تقدرون إنكم تشكلون تجيبون قطع مختلفة، سواء إن أقمشتنا ما تكون ماتشين، يعني ما أقول طقم يعني مو كله مورد مو كله مخطط، لازم نخلط بين أقمشة مختلفة من نقوش مختلفة وألوان مختلفة. حتى قطع الأثاث المتحرك مثل الطاولات الجانبية والكوفي تيبلز والكونسولات ما يكونون كلهم من نفس العائلة، مو طقم واحد، نخلط إن يكونوا متجانسين ولكن مختلفين. فهذه لهم خمس أغلاط وايد أشوفها متكررة بالبيوت، وأعتقد الحين جدا سهل إن نعالجها إذا حطيناها في بالنا وقت ما نصمم بيوتنا.